اهلا بحضراتكم من جديد. هذه جولة جديدة تأتيكم دوما من الآن، نستعرض ونسلط خلالها الضوء على آخر التطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية. البداية من بريطانيا التي قال رئيس الوزراء فيها بوريس جونسون إن بلاده في المراحل الأخيرة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج. حذر جونسون من أزمة ثقة إن لم تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية شهر أكتوبر المقبل على حد تعبيره، فيما انطلقت معركة قضائية بين رئيس الوزراء ومعارضي الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث ستصدر اليوم محكمة اسكتلندية قرار مرتبط بتعليق عمل البرلمان هذا الحكم الذي صدر عن قاضي اسكتلندي ورفض بموجبه الطعن أو وقف هذا القرار الصادر عن رئيس الوزراء البريطاني بتعليق عمل البرلمان، بحكم أن المسألة ربما تخرج عن إطار القضاء الاعتيادي في بريطانيا. وتسعى مجموعة تضم نحو 75 برلمانيا مؤيدين للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي إلى استصدار قرار ينص على اعتبار تعليق البرلمان غير قانوني. عبر الهاتف ينضم إلينا الأستاذ أحمد ياسين الخبير في شؤون الاقتصاد السياسي من العاصمة البريطانية لندن. أستاذ أحمد أهلا وسهلا بحضرتك. المخاوف التي بدا وكأنها أكبر مما مضى من أوقات في صدور الكثيرين بخصوص الوضع الاقتصادي البريطاني فيما بعد الخروج، وتحديدا لو كان الخروج من دون اتفاق، هل تبدو في وضعها الطبيعي ولا مبالغ فيها بحسب البعض؟ يمكن قول واقعيا بأن الاقتصاد البريطاني سوف يواجه بمتاعب اقتصادية كبيرة وحساسة، خاصة خلال الفترة الزمنية القصيرة التي سوف تأتي بعد الخروج الصعب، أي من دون اتفاقية. أغلب التقارير تشير إلى أن هذه الفترة الزمنية قد تمتد من 6 شهور إلى السنة، وكل ذلك يرتبط مع مقدرة الحكومة البريطانية بعد الخروج الولوج في مفاوضات مباشرة توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع باقي التكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى. هناك العديد من هذه التكتلات الاقتصادية أبدت رغبة قوية جدا في الدخول مباشرة في مفاوضات لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات التجارية في مقدمتها للولايات المتحدة الأمريكية، التي يعني بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية يجب على بريطانيا أن تخرج الخروج الصعب، أي من دون أي اتفاقية، حتى يتمكن الطرفان من توقيع الاتفاقية الشاملة التي أشار إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن هناك من يقول إن المضار أو المصاعب الاقتصادية ستلحق بالجانبين على حد سواء، الاقتصاد الأوروبي في مجمله والاقتصاد البريطاني، ولذلك تبدو الخشية كبيرة من جانب بروكسل أيضا في خروج من دون اتفاق. نعم بالتأكيد الخروج الصعب من دون اتفاقية سوف يكون صعبا على الطرفين، وقد يكون أكثر صعوبة على الطرف الأوروبي. وإذا لجأنا إلى الأرقام الاقتصادية وآخر البيانات الاقتصادية، نرى بأن العجز في الميزان التجاري بين الطرفين هو لصالح الاتحاد الأوروبي. هذا يشير بوضوح إلى أن الشركات الأوروبية سوف تعاني الأمرين في حال خرجت بريطانيا الخروج الصعب من دون اتفاقية، إذ أن جميع المنتجات من قبل الشركات الأوروبية إلى السوق الداخلية البريطانية سوف تكون عرضة لفرض رسوم جمركية حسب قوانين منظمة التجارة الدولية، وهذه الرسوم الجمركية قد ترتفع إلى مستوى 30% خاصة على البضائع الفارهة. كذلك أيضا إذا تحدثنا عن قطاعات أخرى سوف تواجه بمخاطر أكبر بكثير، خاصة قطاع إنتاج الدواء، إذ أن المنتجات الدوائية سوف لن ترتفع فقط في أسعارها، ولكن هي سوف تفتقر للاتفاقية المنظمة بين الطرفين لكي يكون بمقدور الطرفين استيراد وتصدير هذه المنتجات الدوائية. كل هذه المحاذير أو كل هذه المخاوف أستاذ أحمد كان مما قيل في اتفاق تريزا مي مع الاتحاد الأوروبي، أنها استطاعت أن تتلافى هذه المشكلات وتتحاشاها، لكن ما قيل انها لديها مشكله في قضيه الباكستوب والحدود بين الجمهوريه الايرلنديه وايرلندا الشماليه، ولديها مشكله كذلك في ان ما وصلت اليه من بقاء بعض المزايا الجمركيه او الاتحاد الجمركي الموحد مع حريه التنقل، هذا سيعني نسفا اصلا عمليا لقضيه الخروج. كيف ينظر الى
الخيارات التي كانت تبقيها تريزا ماي في اتفاقها وبين الرؤية الحالية لتريزا ماي اللي عفوا لبوريس جونسون؟ الاتفاق الذي وقعته تريزا ماي كان منقوصا وكان مشحقا بشكل كبير جدا بالنسبة لبريطانيا. فخطة الضمان الأوروبية المعروفة اختصارا بالباكستوب، هذه الخطة في حال لجأ الأوروبيون إلى اعتمادها في نهاية الفترة الانتقالية، هذا يعني بأن أقليم شمال إيرلندا سوف يبقى تحت مظلة النظام الجمركي الأوروبي وباقي الأقاليم الأوروبية تحت نظام جمركي آخر، ما يعني بوضوح بأن المملكة المتحدة سوف تتفكك. لذلك أيضا هذه الاتفاقية التي أبرمتها تريزا ماي لا تمنح بريطانيا القدرة الكاملة للدخول في المفاوضات لعقد اتفاقيات للتجارة الحرة مع باقي التكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى. كذلك أيضا بريطانيا بعد الخروج، في حال تم الخروج حسب اتفاق تريزا ماي، سوف تبقى تحت مظلة القوانين الأوروبية، تحت مظلة المحكمة العليا الأوروبية. لذلك يمكن التساؤل بوضوح ما الفائدة من مثل هذا الخروج. بالمقارنة بوريس جونسون هو رفض قاطع اتفاقية أو النقطة الكأداء المرتبطة في الباكستوب، وقال للأوروبيين بوضوح لا يمكن لأي حكومة بريطانية أن توافق على هذه الخطة، وهو قدم بدائل عن هذه الخطة مرتبطة باستخدام التقنية الذكية، وقد أعطى مثالا يمكن اللجوء إليه بشكل دائم هو الحدود المشتركة بين النرويج والاتحاد الأوروبي، إذ أن تلك الحدود هي منظمة من قبل التقنية، ومثل هذه التقنية يمكن استخدامها في بالنسبة لحدود شمال إيرلندا. تبقى النقطة المرتبطة باتفاقية السلام العظيمة التي أنهت حال الخلاف في إقليم شمال إيرلندا. الحرب وليس الخلاف، كانت حربا مكتملة، كانت حربا ومن ثم يعني تطورت إلى خلافات كبيرة جدا، ولكن هذه الاتفاقية هي أنهت حال الحرب وأنهت الخلافات المرتبطة بين الطرفين. طيب الرجل كان لديه مشكلة أساسية مع قضية الباكستوب والحدود بين جمهورية إيرلندا وبين إيرلندا الشمالية، إذا كانت تريزا ماي قد رحلت وأتى بوريس جونسون لي يتلافى هذه المشكلة أو نقطة الخلاف الرئيسية هذه، أي مواطن الخلل تبدو حاصلة بين الاتحاد الأوروبي وبين بوريس جونسون؟ نقطة الخلل أو نقطة الخلاف الكبيرة جدا هي أن الاتحاد الأوروبي ما زال متمسكا بخطة الضمان الأوروبية المعروفة اختصارا بالباكستوب، ولا يمكن التراجع عنها، لأن الاتحاد الأوروبي هو يعبر من خلال هذا الموقف عن المصلحة الإيرلندية. هناك مصلحة كبيرة جدا لإيرلندا في البقاء على خطة الضمان الأوروبية باكستوب، ولكن بالمقابل هناك خسائر كبيرة جدا وهناك مخاطر كبيرة جدا سوف تفرض على بريطانيا في حال تم اعتماد مثل هذه الخطة. كذلك أيضا أن تبقى بريطانيا جزئيا تحت مظلة النظام الجمركي الأوروبي انطلاقا من خطة الباكستوب، هذا يعني أن بريطانيا سوف لن يكون بإمكانها الولوج في اتفاقيات للتجارة الحرة مع باقي التكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى. لذلك يمكن التساؤل ما الفائدة من مثل هذا الخروج. موقف بوريس جونسون هو موقف محق وموقف متماسك، موقف واضح، هو حاليا يلوح بورقة الخروج الصعب من دون اتفاقية، في نفس الوقت يفتح يلوح بها، ولا هو ينوي حقيقة الالتجاء إليها؟ لأنه وقت الخلاف مع تريزا ماي عندما قدم استقالته كان بوضوح داخل حزب المحافظين من أنصار الخروج الخشن. هو حاليا يلوح بها ولكن بشكل جدي، بشكل واضح جدا، خاصة بعد قراره بتعليق عمل البرلمان لما يزيد عن الشهر. من خلال هذه الخطوة الأخيرة بتعليق عمل البرلمان، هذا يعني بأن البرلمان سوف لن يكون له الفرصة حتى يعني يقوم بالقوانين التي تمنع الخروج الصعب من دون اتفاقية. وكان الاتحاد الأوروبي يعول على البرلمان البريطاني حتى يصدر مثل هذه القوانين أسوة بما قام به بعد أو قبل موعد الخروج الأول في 29 من شهر مارس آذار الماضي، عندها كان البرلمان قادرا على القيام بمثل هذه القوانين، ومما اضطر تريزا ماي لتأجيل موعد الخروج. ولكن من أجل تفادي مثل هذا السيناريو حاليا بوريس جونسون اعتمد هذه الخطة بإغلاق البرلمان لما يزيد عن الشهر حتى لا يكون هناك متسنى من الوقت لأعضاء البرلمان لكي يصيغوا مثل هذه القوانين. لكن هل يمكن اخيرا استاذ احمد، يعني هل يمكن لشخص تقول ان لديه الحق فيما يطرحه من تصورات مرتبطه بآلية الخروج من الاتحاد الاوروبي ان
ينتهك الديمقراطية بهذا القدر وأن يجعلها جزءا من الماضي، تقريبا التقاليد البريطانية الديمقراطية كلها انتهكت في هذا القرار حسب ما رآه معارضوه. هذا سؤال يعكس أهمية كبيرة جدا، ولكن دعني أفيد قليلا. يتحدثون كثيرا عن انتهاك الديمقراطية من قبل بوريس جونسون، ولكن بداية يجب علينا أن ندرك بأن الاتحاد الأوروبي عندما يكون ويبقى متزمتا ومتصلبا على اتفاق رفضه البرلمان البريطاني لثلاث مرات متتالية، وكان ليرفضه للمرة الرابعة لو تم تقديمه إلى البرلمان، هذا أيضا تصرف غير ديمقراطي من قبل الاتحاد الأوروبي. أضف إلى ذلك الجلسة البرلمانية الحالية في بريطانيا هي الأطول في تاريخ بريطانيا، قد تكون الأطول لما يزيد عن 400 سنة. لذلك عندما يعتمد بوريس جونسون ويطلب أن يتم إغلاق البرلمان لهذه الفترة الزمنية لكي تبدأ جلسة برلمانية جديدة، يعني إذا عدنا إلى ميكانيكية العمل البرلماني المرتبطة بالبرلمان البريطاني، ليس هناك من أي خطأ، ليس هناك من أي تجاوز. فالجلسة البرلمانية الماضية التي سوف تنتهي مع بداية إغلاق البرلمان هي الأطول، العام البرلماني أو الدورة البرلمانية، نعم، هي التي استمرت لقرابة سنتين. نعم الدورة البرلمانية هي الأطول تاريخيا. لذلك عندما يقوم بمثل هذا الطلب هو لا ينتهك خصوصية البرلمان البريطاني أو قوانينه. كذلك أيضا يعني من مصلحة بريطانيا أن تبدو قوية ومتماسكة في التعامل والتفاوض مع الأوروبيين، خاصة وأن الأوروبيين على مدى ما يزيد عن السنتين والنصف هم متعنتين، هم متصلبين على نقطة يمكن تجاوزها بكل بساطة. بريطانيا هي قدمت خطة بديلة عن خطة الضمان الأوروبية بأن تكون بريطانيا كلها تحت خطة ضمان يعني واضحة في حال تعقدت المفاوضات التجارية بين الطرفين بعد موعد الخروج، ولكن الاتحاد الأوروبي رفض خطة بريطانيا وظل متصلبا ومتعنتا على خطة ضمانه المعروفة بالباكستاب، التي هي بالتأكيد تهدد مستقبل المملكة المتحدة وسوف تؤدي إلى تفكيكها. وهذه كانت النقطة ربما التي اعترض الطريق تريزا مي أصلا في أن تستكمل مهمتها. شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد ياسين الخبير في الاقتصاد السياسي، منضم إلينا عبر الهاتف من لندن. عبر الهاتف أيضا تنضم إلينا الأستاذة مرام ضياء الدين الخبيرة في الشؤون الأوروبية بمركز الأهرام للدراسات. أستاذة مرام أهلا وسهلا بحضرتك. الأوروبيون هل يخشون بالفعل قدرا بين قوسين من التهور لبوريس جونسون، وبالتالي الرجل قد يخرج بالفعل من دون اتفاق، ولا يدركون أن المسألة ربما ستكون تلويحا فقط دون الالتجاء إلى هذا الخيار؟ أولا مساء الخير. أهلا وسهلا. بالنسبة للاتحاد الأوروبي فهو على مدار الشهرين المتوالي بوريس جونسون المنصب هو يحاول إظهار أنه هو الشخص الوحيد المنوط به في المملكة المتحدة أمر الخروج من الاتحاد الأوروبي والبريكزيت، ويحاول أن يؤكد للاتحاد الأوروبي مرارا أنه البرلمان لن يستطيع إنقاذهم من فكرة الخروج بدون اتفاق. فهو ليس مجرد تلويح وتهديد، هو طبعا بوريس جونسون يدرك أن الأفضل له الخروج باتفاق، لكن لن يكون الأمر سهلا. هو يدرك جيدا تعنت الاتحاد الأوروبي وأنه لن يعطي له الفرصة للتوصل إلى اتفاق سهل، حتى لا تكون بمثابة بداية أو ما يقال عنه تأثير الدومينو، فيؤدي إلى خروج مزيد من أو مطالبة مزيد من الدول بالخروج من الاتحاد. لذلك هو يحاول ممارسة كافة أنواع الضغوط على الاتحاد الأوروبي لإجبارهم على عقد نوعا من الاتفاق معه أو إبداء مزيدا من المرونة. هي عملية عض الأصابع حتى كان قبل أن يأتي بوريس جونسون إلى زعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء، منذ أن كانت الترشيحات تقول بأنه ربما يكون الخيار الأرجح للمحافظين، كان هناك قدر من التوجس لدى الاتحاد الأوروبي وعملية عض الأصابع المتبادلة هذه إلى أين يمكن أن تنتهي؟ لا خيار باتفاق جديد، هكذا يقول الأوروبيون، وبوريس جونسون يقول أن الاتفاق الذي أبرمته تريزا مي لن يمرر بأي شكل من الأشكال. هو في الحقيقة بوريس جونسون يمارس كافة الأوراق التي يملكها للضغط على الاتحاد الأوروبي، ففي خلال اجتماعاته التي عقدها مع أنجيلا ميركل ومع الرئيس الفرنسي ماكرون قبل اجتماعات قمة الدول السبع، وكذلك اجتماعه مع دونالد تاسك قبيل القمة، أبدر عدد من التصريحات في محاولة للضغط على الاتحاد الأوروبي. فقد أعلن على سبيل المثال أنه إذا خرجت بريطانيا بدون اتفاق فإنه لن يقوم بدفع المبلغ المستحق والمتفق عليه سابقا مع مي، وهو المقدر بحوالي 39 مليون استرليني،
وكذلك كان هناك بعض التصريحات للحكومة عن اختلاف الحقوق بالنسبة للمواطنين الخاضعين للاتحاد الأوروبي والموجودين حاليا. لكن المسألة بهذه الدرجة من السهولة أن يقول الرجل وهو قال ذلك حقيقة من أنه لو خرج من دون اتفاق فلن يتحمل بفاتورة الخروج المقدرة بنحو 40 مليار دولار كما أشرت حضرتك، هل المسألة بهذا القدر من السهولة يعني؟ هي ليست بهذا القدر من السهولة بالطبع، لأنه في النهاية فهو حتى إذا خرج بدون اتفاق فإنه مجبر على عقد مزيد من التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل العلاقة، فكيف سيتسنى له عقد مثل هذه المناقشات إذا لم يقم في البداية بدفع ما يستحق عليه من أموال؟ فهذا سيعقد الأمور بالنسبة له في المستقبل في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، لكنها مجرد وسيلة للضغط أو كما قال مسؤول الاتحاد الأوروبي أنها مجرد تصريحات للاستهلاك الداخلي المحلي في بريطانيا. الاتحاد الأوروبي هل لديه أي احتمالية في أن يترك الباب ولو مواربا أمام إدخال بعض التعديلات بعيدا عن فكرة آليات التنفيذ التي يمكن الحديث بشأنها، هل هناك أي احتمالية لأن يترك الباب مواربا أمام بعض التعديلات التي قد تطال اتفاق تريزا ماي؟ هو بالفعل هذا ما تم في اتفاق في مقابلته مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث أنها أبدت استعدادها لبعض التعديلات في إطار الاتفاقية، وكما أعلنت أنه الوقت المتبقي ربما يكون ضئيلا، لكن هناك مازال متسع من الوقت لعمل بعض التعديلات الاتفاقية جديدة، لكنهم جميعا أعلنوا وأكدوا أنها مسؤولية بريطانيا وحدها أن تبدي أو تضع مثل هذه التعديلات وتكون منطقية وقابلة للتنفيذ. الاتحاد الأوروبي يرى نفسه معنيا بأي قدر في مسألة تعليق عمل البرلمان البريطاني القرار الذي جرى الإقدام عليه أول أمس؟ هل مسألة بريطانية خالصة وهذه يعني قضية تخص أدبيات الديمقراطية البريطانية، ولا الاتحاد الأوروبي قد يجد نفسه أيضا على تماس بهذه المسألة؟ هي حاليا القضية البريطانية خالصة، لكنها تمس الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق فقط بقضية البريكزيت، في قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي، فهم كان يعتمدوا بشكل كبير على تدخل البرلمان لمنع الخروج بدون اتفاق أو على أسوأ الفروض سحب الثقة من الحكومة وطلب مد الفترة لمرة أخرى طبقا للمدة 50 من الاتفاقية، وهو من المستبعد أن يحدث هذا الأمر حاليا. شكرا جزيلا لك. حاليا سيصبح بشكل مباشر ما بين الاتحاد الأوروبي وبوريس جونسون، ولن يوجد دور للبرلمان في التدخل في هذه القضية. شكرا جزيلا أستاذة مرام ضياء الدين الباحثة في الشؤون الأوروبية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. فاصل قصير نعود من بعده لاستكمال هذه الجولة.